القفال مرسل من المسيب حجة عندنا أو محمول على التفصيل المتقدم. إيه هو التفصيل؟ أنه لا يقبل مراسيل ابن المسيب إلا إذا كانت معضدة ومقواة ولها ما يؤيدها من فتاوى الصحابة، مثل ما فعل أبو بكر الصديق في قضية بيع اللحم بالإيه؟ بالحيوان. نعم. قال: ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقوله إرساله حسن، لأن الشافعية لم يعتمد عليه وحده، بل لمن ضم إليه من قول أبي بكر ومن حضره من الصحابة. انتظر كده، كلام واضح. يعني احنا قلنا الآن إن الشافعية لم يقبل كلام ابن المسيب على الإطلاق، بل لما وجد أن أبا بكر الصديق، ولا يمكن أبو بكر الصديق يقول لا يصلح هذا أمام محضر من الصحابة ويسكتهم، لأن معاذ الله أن يسكت الصحابة على خطأ شرعي. فإذا كون أبو بكر ده بيسموها الإجماع السكوتي، بيسموه الإيه؟ الإجماع السكوتي. كون الصحابة يسكتهم ويقر أبا بكر على أنه لا يصح بيع اللحم بالحيوان، ألا يعتبر ذلك تأكيدا لما رواه سعيد بن المسيب؟ بلى. وده الإجماع السكوت ده بيعمل، يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أمضى الطلاق بالثلاث الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان طلاق الثلاث على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، اللي بيطلق مراته ثلاث مرات بتحسب واحدة، على عهد مين؟ على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما تتايع الناس في الطلاق وبدأ الناس أمضاه عمر عليهم ثلاثا، بدأ يحسبوا كام؟ يحسب الطلاق بالثلاثة إيه؟ ثلاثة. طيب فين الصحابة؟ سكتوا؟ سكتوا، وسكتهم ده لا يمكن أن يكون على مخالفة شرعية. فلو كان عمر قد أخطأ الطريق ما سكت عليه إيه؟ فبيسموه إجماع إيه؟ إجماع سكوتي. فكون الصحابة في محضر أبي بكر ويقول أبو بكر لا يصح هذا ويسكت الصحابة، دليل على أن كلام سعيد بن المسيب عندنا إيه؟ حجة وصحيح يعمل به. قال: ولا يصلح تعلق من قال إنه حجة، إنه اللي هو إيه؟ كلام ابن إرسال حجة لقوله إرساله حسن، لأن الشافعية لم يعتمد عليه وحده، بل لمن ضم إليه من قول أبي بكر ومن حضر. أصل لا يعقل أبدا إن أبا بكر يقول لا يصلح هذا بمفرده، لا يمكن، لا يمكن، لأن دي علم شرعي. ولذلك لما جينا قلنا بعض الناس فاهم غلط أن عمر بن الخطاب رضي الله انفرد بحديث إنما الأعمال بالنيات، مش تقولوا الكلام ده؟ انفرد. هل يعقل إن عمر بن الخطاب كان بمفرده في المسجد هو لوحده والرسول؟ لا أبدا، سمعه غيره. إذن الآن قول أبي بكر لا يصلح هذا إنما كان بمحضر منين؟ من الصحابة. وبعدين جلنا أئمة التابعين ذكروا هذا الكلام. نعم. وقد نقل ابن السهراء وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة، وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثاني للمرسل. للمرسل، هذا عاضد ثاني للمرسل. كل ده يؤكد أن الشافعية لم يقبل مراسيل ابن المسيب على الإطلاق، بل لما يؤيدها ويعضدها. نعم. البلقيني ذكر الماوردي في الحاوي أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان في القديم قراءتها لأنه لا يرسل. لا على مهلك، أصل دي مش قراءة جورنان أو قراءة كتاب عادي. نعم. أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان في القديم يحتج بها بانفرادها. يحتج بها بانفرادها، يعني بعض العلماء عاوز يفلسف الكلام، فبقولك ايه اللي يمنع ان الشافعي في المذهب القديم كان بيحتج بمراسيل سعيد بن المسيب لوحدها، وبعدين وفي الجديد لا بدأ يغير الرأي. هذا كلام طبعا هتسمعه الآن. قال تاني، قال ذكر الماوردي في الحاوي. نعم. أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان في القديم يحتج بها بانفرادها لأنه لا يرسل حديثا إلا يوجد مسندا، ولأنه لا يروي إلا ما سمعه من جماعة أو من أكابر الصحابة أو عرضه قولهم،
أو رآه منتشرا عند الكافة أو وافقه فعل أهل العصر، وأيضا فإن مراسله صبرت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة لما بينهما من الوسطة والصهارة من المواصلة، لأنه كان بيروح له كتير لأنه جوز بنته. نعم. من المواصلة والصهارة فصار إرساله كإسناده عنه، ومذهب الشافعي الجديد أنه كغيره. أيوان، هذا كلام الماوردي، والماوردي من علماء الشافعية، وله كتاب عظيم جدا في الفقه اسمه الحاوي، اسمه الحاوي الكبير، ويكاد يجمع جميع أدلة الإمام الشافعي ويبدأ يوفق بين المتعارض منه. فبيقول والله ما فيش مانع إن الشافعي كان له، إحنا الشافعي له مذهبان، مذهب قديم يوم ما كان في غزة وبتاعه، ومذهب جديد لما جه لمصر. فبيقول ما فيش مانع إن الشافعي كان في رأيه الأولاني خالص القديم بيحتج بمراسيل سعيد بن المسيب لوحده، ولا يحتج إلى إيه؟ إلى معضد أو مقوي. لماذا بقى؟ بيعللها، لأن حسب كلام المواردي، لأن سعيد بن المسيب عند الشافعي في المذهب القديم لا يرسل حديثا إلا وجد مسندا، يبقى مسند في يبقى في عاضد، ولأنه لا يروي أي سعيد إلا ما سمعه من جماعة، يعني إذن هو ليس له شيخ واحد، ده له مجموعة شيوخ في المعلومة دي، إذن جماعة رأوا معلومة لسعيد بن المسيب، أو سمعه من أكابر الصحابة مثل من؟ مثل أبي هريرة، أو أن أفتى به الصحابة بهذا الكلام، مش شرط رواية عن الرسول، لا، يعمل به الصحابة ويعضدون، أو أنه وجده رأيا موجودا في المدينة منتشرا عند الكاف، أدي خمسة، أو وافقه فعل أهل العصر اللي عايش فيه مين؟ سعيد بن المسيب اللي هو القرن الأول الهجري، وبعدين وأيضا فإن مراسله سبرت، يعني إيه؟ السبر معناها البحث، معناها التفتيش، أننا فتشنا روايات أو مرويات سعيد بن المسيب وجدناها مسندة فكانت مأخوذة من سهره وهو سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أما المذهب الجديد فيرى بعضهم أن مراسيل سعيد بن المسيب كغيره من مراسيل كبار التابعين. نعم. إن هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل سعيد يصبح مثالا لأقسام المرسل المعروف، فإنهم عرضه قوم صحابي وأفتى أكثر أهل العلم بالمقتضى، وله شاهد مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير من أخذ العلم عن غير رجال الأول. كويس، يبقى إذن كلام الشافعي ده أو هذا الكلام بيدل على أن مراسيل كبار التابعين إما أن تكون مقبولة وإما أن تكون غير مقبولة، إما أن تكون حجة وإما أن تكون غير حجة. المثال اللي معانا ده، نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان، يدخل تبع إيه؟ الحجة. ليه بقى؟ لأنه وجد ما يؤيده، أو وجد ما يعضده، أو وجد ما هو مسند، أو أن المرسل أخذ العلم عن غير الرجال الإرسال الأولاني، وله شواهد كثيرة جدا تدل على عدم جواز بيع اللحم بالإيه؟ يعني ما ينفعش أروح للجزار أخذ منه 10 كيلو لحم بتلو وأنزل بها سوق المواشي أقول له خذوا 10 كيلو لحم بتلو ده وادوني خروف أو ادوني شاة، ينفع؟ ما مات رسول الله إلا وقد بيّن لنا من كل شيء علما صلى الله عليه وسلم. إذن نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان سواء كان مرسلا من مراسيل سعيد بن المسيب أو مسندا فهو حجة مقبولة يعمل بها. نعم. وشاهد آخر مسندا، نعم، هو البيهقي في المدخل من الطريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي لزة. أيوان. قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت. جزورا قد جزرت يعني ايه؟ جمل ذبح. ولذلك ما اللغة العربية دقيقة، في صحيح البخاري حين كان ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولاد أختها هي عبد الله بن العباس، ميمونة خالته، ميمونة بنت الحارث خالت مين؟
وخالة خالد بن الوليد. فالاثنين خالد بن الوليد وابن عباس حين يجلسان في بيت رسول الله يبقى الخالد منزلة الأم، فدي أمهم موجودة في البيت يرون كل شيء. فلما وخالد بن الوليد وابن عباس موجودين في بيت الرسول في بيت ميمونة، فجاءت ميمونة بطبق عليه ضب اللي هو الموجود في السعودية ده مشوي على طبق. فقال خالد: يا أهل الدار، يا خالتي، انظروا أي طعام تقدمونه لرسول الله، يعني قولوا لنا الطعام ده عبارة عن إيه. فقالت: يا رسول الله، إنه ضب محنوذ، محنوذ يعني مشوي، جاءنا من نجد، جاءنا من نجد من الرياض. الرسول كان بدأ يضع يده في عشان لأنه كان بيختار أطيب اللحم صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد جالس وعبد الله بن عباس جالس، فالرسول قبض يده، هذا في البخاري، قبض يده. فقال خالد: يا رسول، أحرام هو يا رسول الله؟ أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، مش موجود في المدينة، فأجدني أعافه. هنا الشاهد بقى إن خالد بن الوليد قال خالد بن الوليد: فقمت إليه. قام إلى الإيه؟ الضب. فاجتززته من الجز، أو اجتزرته يعني برضو ذب، قطعته إربا. إذن كلمة جزورا قد جزرت، جزورا قد إيه؟ يعني قد ذبحت، فجزئت أربعة أجزاء. نعم، نعم، كل جزء منها بعناق. أيوة، فأردت أن أبتاع منها جزءا، يعني أشتري. نعم، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. يعني أنا ما أذبحش الجمل أربع أجزاء وبعدين أقول الربع ده هو يساوي شاة أو يساوي ماعزا، وأقوم أقول له خذ الربع الجمل ده واعطيني الماعز الذي عندك، هل هذا يصح؟ لو لم يأتينا نص عن رسول الله لقلنا ما في مانع، لأن الأحكام الشرعية لا تناط بالعقل، إنما لابد أن يكون أن يحكمها نص إيه؟ النص الشرعي. لها رسول الله أن يباع حي بميت، هي تساوي نهى رسول الله عن بيع اللحم. الحيوان ده حي ولا ميت؟ حي، واللحم ميت. إذا نفس المعنى هو نهى رسول الله أن يباع حي بميت تساوي نهى رسول الله أن يباع اللحم بالإيه. فسألت عن ذلك الرجل. نعم، فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. نعم، قال البيهقي: فهذا حديث أرسله سعيد بن المسيب ورواه القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة المرسلة، والظاهر أنه غير سعيد، فإنه أشهر من ألا يعرفه القاسم بن أبي بزة المكي حتى يسأل عنه. كويس، يعني معناها فيه ناس ثانية غير سعيد بن المسيب رووا إن ممنوع النهي بيع اللحم بالإيه؟ بالحيوان. يعني لم ينفرد سعيد بن المسيب بهذا الحكم، فهناك من أيده ومن عضده ومن قوى، سواء قلنا من قبله وهو مين؟ أبو بكر الصديق، أو من هو في عصره، كما استمعتم إلى هذا القصة. نعم، قال: وقد رويناه من حديث الحسن. لا شوف بقى، وقد روينه فرق ما بين روينا وبين روينا. يبقى انت اقول روينا اذا كان لي سند يوصلني الى صاحب المعلومه، تفهم؟ انما اذا كان بينك وبين مصدر المعلومه تضرب فيها اعناق الابل مسافه طويله، يبقى انت تقول ايه؟ رويناه بصيغه الايه؟ التمريض. نعم، من حديث الحسن، لأن البيهقي 458 والحسن البصري في أوائل القرن الثاني الهجري، فرق شاسع. يبقى إذن لم يذكر السند هنا، لو ذكر السند هنا، لو أن قال ورويناه من طريق فلان عن فلان عن فلان عن الحسن، يبقى رويناه.
إنما رويناه دليل على أن السند غير إيه؟ غير مذكور. لا مش غير مذكور. نعم. وقد رويناه من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماء الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. إحنا عندنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. ده حديث مين؟ العقيقة اللي انتوا سمعتوه الآن اللي رواه عن الرسول مين؟ صلى الله عليه وسلم، سمرة بن جندب. واللي رواه عن سمرة بن جندب الحسن البصري. خلاص. طيب يا ترى في سماع من الحسن البصري لسمرة؟ قالوا لا، ده هو الحديث الوحيد الذي لا خلاف عليه. خلاص. الذي لا خلاف أن الحسن سمع حديث العقيقة من مين؟ من سمرة بن جندب. وهذا حديث موجود في سنن الأربعة. كل غلام مرتهن بعقيقته. يعني ايه كل غلام مرتهن بعقيقته؟ كل واحد، كل مولود مرهون بالعقيقة تذبح عنه. ولذلك العقيقة مشروعة. يعني العقيقة احنا دينا دايما الاسلام دين الود والمحبة والعلاقات الاجتماعية وكل شيء. فاحنا عندنا كل مناسبة لها فرح او لها طعام خاص. فاحنا عندنا مثلا ايام الفرح، ايام العرس، بنعمل طعام اسمه ايه؟ الوليمة. فالوليمة طعام خاص بأهل العروس. طيب لما بيحصل والعياذ بالله مصيبة وزعل وحزن، بنعمل طعام اسمه الوضيمة. اسمه ايه؟ الوضيمة. اصنعوا لآل جعفر طعاما. يبقى اذا طعام في المصيبة ينبغي علي ان انا اواسي اصحاب الكارثة. واحد ابنهم مات، جوزهم مات، امراته ماتت، في حاله اعمل طعام يسمى طعام الايه؟ الوضيمه. يبقى الوليمه لايه؟ للعرس، والوضيمه للامر المكروه. لما انتقل لبيت جديد او اشتري شقه جديده او اتنقل لوظيفه جديده، حاجه طعام اسمه الوكيره. اسمه ايه؟ الوكيره، من الوكر، الوكر يعني العش. يبقى انا ده طعام يقدم. يبقى اذا الواحد يتنقل شقه جديده يعمل ايه؟ مأدوبه. ايه؟ مأدوبة الطعام. هنا بقى المولود له ذبيحة اسمها ايه بقى؟ العقيقة. فالعقيقة رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب، كل غلام مرتهن. لذلك ابن حزم طلع ناصح وقال كلمة مرتهن تفرض علي انني اقول بان العقيقة واجبة. فرض. ده مين؟ لان الان انت لما ترهن انت مثلا استلفت مني 10 جنيه او 1000 جنيه او مليون جنيه، وقلت لي خد السياره عندك رهن، السياره عندك رهن. الان الرهن واجب رد ولا مش واجب؟ بعد ايه؟ بعد ما اخد حقي. فاذا الان اصبحت العقيقه فرض. فابن حزم بيرى ان العقيقه فرض عين يجب على المسلم ان يؤديها. استدل بكلمه ايه؟ لأن الرهن يجب. ثانيا قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة، فلو ما كانتش العقيقة فرض ما كانش الرسول عق عن نفسه. لكن جمهور العلماء الأئمة الأربعة متفقون على أن العقيقة سنة وليست بفرض. فكل غلام مرتهن بعقيقته، العقيقة ديت تذبح عنه يوم السابع، يوم السابع يحلق ويسمى. يبقى يذبح ويحلق ويسمى. إذن هنا مراسيل فبيقول وقد رويناه بقى من حديث الحسن. اقرا بقى تاني. نعم. رويناه من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن الحفاظ اختلفوا في سماء الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. إذا لكن حديث العقيقة متفقين على إنه إيه؟ ولذلك في البخاري صحيح ما ذكرش الحديث ده اللي هو كل غلام، انما قال ان الحسن
سمع حديث العقيقة من سمرة بن جندب ولم يسق الحديث. نعم. فمنهم من أثبته فيكون مثالا للفصل الأول، يعني ما له شاهد مسند. أيوة. ومنهم من لم يثبته فيكون أيضا مرسلا انضم إلى مرسل سعيد. أيوة. يبقى إذن مراسيل الحسن هتأيد مراسيل مين؟ ما تأيد مراسيل سعيد بن المسيب. إذن لا يمكن أبدا أن الشافعي ولا غيره يقبل مراسيل أيا كان من كبار التابعين إلا إذا كانت معضدة ومقواة بغيرها من الطرق. نعم. في أيوة في مراسيل سعيد بن المسيب. نعم. الثانية، صور الرازي وغيره من أهل الأصول المسند العاضد لئلا يكون منضبط الإسناد. نعم. ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط وليس بمخصوص بذلك. نعم. ما تقدمت إشارة إليه في كلام المصنف. أيوة. بس نقف عند هذا، والله أعلى وأعلم. إن شاء الله موعدنا في الأسبوع القادم بعد صلاة الظهر إن شاء الله بإذن الله، والله أعلم.